في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة الأمريكية تضمد جراح الألم من أحداث إطلاق النار التي شهدتها في الآونة الأخيرة وفي أماكن مختلفة من البلاد، ها هي ذي تستيقظ مرة أخرى على هول فاجعة جديدة سقط فيها 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما. شرطة الولاية قالت بأن مسلحا يحمل بندقية ومسدسا فتح النار داخل مبنى طبي في تولسا وقتل 4 أشخاص قبل أن ينتحر بالرصاص. نائب قائد شرطة تولسا إيريك دالجليش ذكر في تصريح صحفي أن الشرطة وصلت بعد 3 دقائق من تلقي اتصال هاتفي بخصوص إطلاق نار أعقبه دوي إطلاق نار ثان في الطابق الثاني من مبنى ناتالي، مضيفا أن المبنى يضم مكاتب الأطباء ومركزا لعلاج العظام، كما يعتقد أن الضحايا منهم موظفون ومرضى. دالجليش أبرز أن الشرطة تحاول معرفة هوية المشتبه به والذي قدرت أن عمره يتراوح بين 35 و40 عاما. ويعد حادث تولسا الأحدث ضمن سلسلة من حوادث إطلاق النار العشوائي التي صدمت الأمريكيين وأشعلت جدلا حول الحد من انتشار الأسلحة النارية.